غنخطط الاحلام بيان سور، لان هادشي دغيا ما كشباب غنخرج طموحي مغا غنخرج نسيت ميج نحاش الصباح غزات بالمجالين ونشاط سياحي. دائما تغتنادى ان شاء الله خير يجن اهتمام منطقه النخ كمنطقه نعرف غاس تصن مقومات غاس تصن المميزات كواجهات بحريه كسياحه جبليه كسياحه استشفائيه، لان غنخطص حوايج مام واخا نشين يعني المواطنين وهنت نسين شا خاص نتبحث. نتمنى ان شاء الله المرحله القادمه اثيري شويه هذوك شويه الاهتمام المجال السياحي ان شاء الله ذي المنطقه النخ. تمني ان شاء الله الحكومه القادمه تقطاس الحوايج يعني شي نتمنى ثنت شويه التقدم ديري شويه التفكير ذي المستقبل الشباب ديري المرافق عموميه ذي المستوى ديري شويه المشاريع الحرب البطاله ديري شويه التوعيه ديري انشطه ثقافيه اقان يعني شي نفوض كلشي يعني وزمان اني نجحش انتو ثنغلي يعني الشين غانخ تقريبا مجالات مرة اخذي سنت الفراغ اخذي سنت يجن النقص. نتمنى ان شاء الله نتفائل نشوف القشاب اللي يعني من دي قوانا ذي روي حريت ان شاء الله ذي الصباح. ونتمنى المنطقة ان شاء الله تروح غزات لان منطقة مهمة كبوابة اوروبا رانشين يرفين سهج نعيش جن حياة الصباح أغنغير ينشي تندين تصبح أغنغير ينشي مستقبل أخير ينشي نظام اجتماعي أخير يتصن حوايج يعني الشين واخد نشرخو. تمنيخ كل خير إن شاء الله، تمنيخ كل خير قناة ريف تي في بيان سور أنت تاخذ شي فرصة نسيور. وتمنيخ إن شاء الله أديري الوعي الشباب ذوعان السنن يعني سواء الحياة السياسية أغسني لي وعي يعني الحل وجبود الهجرة الحل وجبود الهجرة الشين غنخطص البدائل ثم غنخلص التصم مقومات غنخلص نحوايج بوضاح تلق يعني ماشي الهجره الداخليه نخ الخارجيه ثم غنخلص نحاول ما امكن ازس نبد ازس نروح غزات ان شاء الله. نهارا وزدا السور خميني جن ميدان الثقافه ذي عارف مره الحسيمه دريواش النظار ما مش نتوارات خص غثيري مستقبلا هاك المنتخبون غيقعد نخذوا مستقبلا ذي البرلمان ولا ذي الجديد توارا مين يعذون فيجن الحالة فيجن الكارثة تمقرنت بالنسبة للثقافة الريف وبالنسبة للشي غيسون ذي المسرح كيف لا يعقل أن الناظور وذايس قاع عن المسرح من توارا مذاني تتيت المركب الثقافي فلا يصلوا تسجحبوا المسرح سجح شان فيش تنقوران شان شرضيح الرداح. اما المسرح نشتي نتازي المنتخبين يدير غير قاعد نخذو الجديد الخزان ما مش غير كينيا ثمات نخذي وجده من غاس ندير دام نغنيت قاعه المسرح ام توغا كيجن الوقت هذه النظار خذو يقيم والو من دوم غير نشتي ندي المجال الثقافي نسيتي النازم تتصن تورا هذه يوقع حوارك البرلماني الجديد هذه وقع فزان السقسان مين يخسن مين ينقسن مين يتجن تقاضي كنو سوطاس. اولا وقبل كل شيء فان الانتظارات البرلمانيه المقبله ان كننتظروا هذه الحكومه المقبله ان شاء الله غادي تكون واحد فائل جديد على المغاربه كاملين وعلى جميع الجهات وبالخصوص كنتكلم على مدينه الناظور اللي هي فيها واحد الفراغ سياسي ورياضي بكل وثقافي واجتماعي. والرساله ديالي من هذا المنبر كمواطن مغربي كنقدمها للحكومه المقبله اننا حنا في الرياضه كنشوفوا الفشل من الثمانينات كنشوفوا من الناحيه الثقافيه الناظور فارغ كل فراغ من الناحيه الاقتصاديه لا معامل لا والو لا تشغيل الشباب لا والو كنشوفوا مساله واحده اخرى ان البنيه التحتيه كتبان لي هشه للغايه لا وسائل الترفيه لا بنية تحتية رياضية مثلا كملاعب كرة القدم كحلبة ألعاب القوى كقاعات للرياضة الجماعية ولا شيء من هذا القبيل. إذا إن شاء الله بحول الله احنا الأمل ديالنا مبني على الحكومة المقبلة إن شاء الله. وكمواطن مغربي ألح وبكل إلحاح على ما ألاحظ في الشارع وألاحظ في لحد الآن كنشوفوا المقاهي عمرة علاش حنا ما نشوفوا الملاعب الرياضية علاش ما نشوفوا المركبات الثقافية حتى هي تكون مملوءة كباقي المرافق. الور هنا احنا في حاجه ماسه الى بناء هذا المجتمع من الايديولوجيه الفكريه المقبله على ان الانسان المغربي محتاج لابسط شروط الدعم
ولو الا بغينا نقولوا بواحد المنطق مغربي هو انه محتاج لذاك الحاجه اللي هي نفسيه اللي هي اجتماعيه. المهم رد الاعتبار على الاقل منذ 60 سنه والحكومات المتعاقبه على الدوله المغربيه خصها نتابع شويه ورد البال على ان المواطن المغربي ما كيشوف من السياسه والو. دونك حنا كخصنا هذا البرلمان او هذا الرجل المنتخب اللي كيمثل الشعب كخص يتجاوب مع الشعب. اذا اش خصو الشعب؟ الشعب كخصو يفهم المصلحه ديالو من ذاك الانسان المنتخب. هذه من جهه، من جهه واحده اخرى يعني القوانين والامور اللي مبنيه عليها الامور الدستوريه راه واضحه. بلا ما نبقى نهضر بالبنود القانونيه، انا كمواطن مغربي كنبغي الخير لبلادي، كنحب بلادي، الوغ كخصني بلادي تكون عطيني انا اللي كنستحق وتعطينا هذه المسائل، وبالخصوص مدينه النظر. لا حلبات للعاب القوى للاسى والاساف، لا مرافق رياضيه، وانا كجمعوي رياضي انتمي الى جسر الدراجه الان، اتمنى ان تكون حلبه لسباق الدراجات، ان نكون امور الدعم كباقي الجمعيات، وعلى كل حال كنتمنى الخير لهذه البلاد. بالنسبه لانتظارات نوزي الاستحقاقات التشريعيه 2016 ايديكوان، تمني ان شاء الله هذه رين تنازيها وتقعد الوجوه انت تستحقن وتخدم طماطنا تخدم نعرفنا، وتمني غزيس تطلعات نزيس نتراجع، تمني غادي واش نفوس نسن ادركزن اضراهن نخطقات الشابه دي جول الميادين، سواء دي الشغل خاصه دي الشغل شي مش نتوارى مدا دي يعرف البطالات راح تتمانيا، والشباب النخمار مش توارى ماريو يا اوروبا عبر الهجره السريه، سواء دي القوارب سواء اني كين تركيا ما يمد دقا خرقوزن وغروم شي نعزو دقا وايتيري دي يعرف النخ نازو الدقا خدافع عند البرلمان ذا خوفرن فرص الشغل عبر واجب ذي البطالة، وعاود تصل نحوايج ندي يعرف على المستوى الثقافي على المستوى الرياضي نازو كل شيء الدقا غنخيري ذي يعرف وتمني ان شاء الله توجه غير النداء ساكنه الناظور انهم ومن عن بوت 8 ديال الانتخابات خزان ولي يستحقن وخزان قغاوين يقاني غاوين يقاد خزان ولي يستحقن ولي يعزون ولي باينه دي خدمنا الريف وتمني ان شاء الله راني خضع ساكنه الناظور ونعرف هذه خضع نشوف برلماني غدا يمثلنا احسن تمثيل ديال البرلمان وخا نخدافع ونتقاد داك الناس. في المنبره الزو غتستود غير موادي جن الرساله لساكن الناظور بانه شي نقن مقبلون خيجن الحدث ضام قران الحدث الانتخابات البرلمانيه 7 اكتوبر وسلمين بارك قاغسني وذان ان كثمار ان قفوس انا زو خي وذان اذا غيمثلن ديال القبه البرلمان تسلمين للقبه البرلمان تفرزد من بعد الحكومه يعني كما كان الحال الانتخابات التشريعيه انتخابات برلمانيه ان خزاو غيسيان ثموات من قرا غيسيان ثموات ماشي هاد السيانه خاسويان اني غير هاد السيانه شي جن ماذا ثموات النغ يخصص الطاس الامور وخاصه مدينه النظر من تصور مدينه النظر ثموات مجاهدين ثموات ونقابو سمح ندايس ولكن يتسمى يخصص بعض الامور اصلاحيه يتسمى رغم انه وذاس اصلاحات توارثت المسيث نعيش الفتره الثمانينات نتعيش الفتره نقارنوا فادي يجن قفزه نوعيه ولكن اماره يخصنا ان يخضر بنادم غيخدم طمات هذه يخدم طمات في جميع القطاعات، القطاعات الثقافيه، الرياضيه، الفن، جميع خميقة القطاعات سواء التعليم، الصحه، التصنيف وذن خميس السور الاغلبيه وذن تركزن خل جانب الصحه التعليم، جانب الصحه القطاعات تم قرانين ولهذا نتمنى الحكومه المقبله مش ما تلقى النوعيه مش ما يلقى الحزب مش ما يلقى الفرد غير نشينا نسن وغني نهاري غني نشينا ذي المخبأ اني اني اختار بنادم اذا غيمثلن البنادم غيخدم طماط خاصه شدي القطاع نهار الرياضه نشتو تاريخ بانه النظر شحال كواميزي الثمانينات نسقساخ المركب الرياضي قعدنا على الزخاس المركب الرياضي هو الصين متى
قانون غادي ندير المركب، ولكن نظرا لان المركب الرياضي يجن لنا بناء اساسي الشباب النهضه. وصل من برا الزغ اتاكد مره ثانيه اي شباب النهضه اي مازيغن يعني كون شي خمين قاري مازيغن ديج المصطلح واسع اي مازيغن. انا زو وخناش حماره ديال الانتخابات البرلمانيه، انا زو خبنادم ومقغبو الحزبان ديال الحزب بنادم يشوان بنادم انتوران شينا دي السو التبرد ديها بوركي خميسو البرلمان قال البرلمان قال تقا المهم نس واضح وانه هذه القانون هذه القوانين هذه السو هذه السو في الحوايج اللي مقرانين تندين بوركي شنو انه في وضع غير السو الحوايجنا خصنا يوذان هذين ديال المستوى ان شاء الله. وتمني زي الساكن النهضه اتي لذي مستوى الحدث. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ضروري نشي نترجى كانتظار زي المنتخبين زي الحكومه بصفه عامه، هذا دايوش شويه نتاينيت هذا شويه نتاينيت المرافق الصحيه لا المستشفيات لا المستوصفات غانغي جان دايت هذه المنطقه هي. لا من ناحيه الموارد البشريه لا من ناحيه اللوجيستيك لا من ناحيه المواد الزي خدمان لا من ناحيه الاوتو. اجي تلقيت نغني كذلك مثال التعليم العالي اشنو هما شتسن مارا شين غانغي نتاج الكليه متعدده التخصصات ديال النهضه، ولكن تغيم رغم ذلك لا تواكب الانتظارات السكينه وهذا يسبو الشعاب مره وهذا يسبو الاوتو الطاس وهذا يسبو الفضاء غيكسين مار الطلبه للمنطقه النظاني للمنطقه ناري. سنجي مسرشتا شي نتراجع توغنزر مجموعه المشاريع الملكيه زكو ميديو سجلات الملك غنظاري تشنيتنت اشنو ميناء غرب المتوسط اشنو المرافق النغني، ولكن عاد وانزريبو لغيت جتنسنت اشنو مثلا الساكنه النظا وزيد نستفد نشازي المشاريع من ناحيه التشغيل من ناحيه الاستثمارات. الساكنه النظا مازال عاد تراجع نجي الاستفاده اتي تبقى نتمنى نغنسيتي زي الحكومه يتغيسن اثار شويه ثينيت تشري شويه ربار المشاريع اسن تسيلي راضي الوتيره سنت باش تفضي الى حيز الوجود اتى في الساكنه النظاره تستفد مليح. ثانيا عاوتاني نعزو الحكومه المقبله ان شاء الله يضغط فرز الانتخابات 7 اكتوبر تشجع اكثر المشروع مارتشيكا مشروع مارتشيكا رخوز كومي دي فور نشي نغزا غا سجنتيت سجنتيت التفاؤل سجنتيت وسمغا نعزو تيتا غيكسين رهم من تنظيط النظار لا من ناحيه البنيه التحتيه لا من ناحيه البنيه لا من ناحيه حتى التشغيل تستخدم ساكن النظار تفيد تشجع نجهد الحكومه ان شاء الله مستقبلا المشاريع انترقان. ثانيا في المستوى التعليم شنو مشتغلني غير التعليم العالي تنطبق كذلك ومثال في التعليم جميع المستويات نسلا ابتدائي الى اعدادي بقى غنغيش ننقص حاد بقى نهار ما نلقاش نجيو لذي اقليم النظر غير المدارس يجن ضد الضواحي بقى انت فيها 40 50 تلميذ ديال الاقصى. نتمنى الحكومه يضغط فرز الانتخابات شنو باش نغكورينا تجينا اتوش كذلك ومثال في المنطقه ناري في المنطقه النظر يجي نجه هذه التعليم التعليم ثم التعليم ودولي تدوري غدا مغينيو وشكرا جزيلا. ديكيارا الانتخابات مش نسن 7 زي ويوري دي كوان ذيني الانتخابات دي ثمواث النقد دي الريف دي المغرب دي مانيما نشتي مغ دي راجا نور هذي عذر نطس الحوايج مرة المنتخبين يغي قاعدن ذكشن قاسون يغي ذكشن هذو يانس يومين تمواث النغ ذي التصن حوايج زي الصحة زي ما مش نتورا النظار يحطم يجن 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 مرتبة قياسية يعني يجن 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 ممشان قياسي تيشن زي سرمثار يثمثنا غي مغربيين ذي كازا ذي عربط يماني ما ذاني توتي فبوذي الحزازات انه يجني قاني غويقي، ولكن للأسف النظر نغ يوين يجن الشهرة تام قرانت ذي من ويحرين ذي قفراض ما بش نستلماني ما يسمث كذا تفضى فراض ما يسمث كذا ونسيتي ميوذان إغاي قاعدن من ما وني غاي قاعدن أذي وش قاسو يثم سرايينا ثينا وزقجو غزيس نغنيغ خص غادي نيغ أنه مؤخرا نيغ قسان يعذون يوثن نتفي وذا نتقارن الطاس نيغ المسؤولين تقارن الطاس تقن بعض القوانين تخصنا السيلسن المواطن نيغ مصدوغ عارفين نيغ مغربي مارة غاث مورا ماش نقاد الدول المتقدمة فباش نقارن يخفن نغاك الدول المتقدمة ذقوطاس نحوايج ذي الصحة ذي الحياة اليومية يخصنا أنوفر المواطن ظروف العيش ظروف العيش يعني صحية ظروف العيش الكرامة خص غدا ومهني خي وذانا تغي غي عشحن غي دور ديال البرلمان انت تعزيسني جن حاجت هاد خدمة انت مهنسان
شنو ما تريجبوش اني جنضنا ديال الزبارة دا غيخدم ثم هنا شنو الزو قصد النظر إجن تندين تحغذ فارعاذ كور ماد غاناس نقارس إن شاء الله نفس نحاج جديد نتفغى يفور هذا التصع الجهد دي فاوين نحاق نمهار نضا يخسي أخميني خاس كسن إجن أخمي داس كسن البريز مش 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 غيقار يعني نشين نضا وذي سورة دي جن حاجد تما أش تصفح أش تصفح وغنغ حتى ملعب الكرة القدم يحصرخ الهلال ماني تغاثي وض ماني 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 تجار خول فاتح وغانغبو المسرح وغانغبو غانغيش القاعة ثانيتا حندا مرا وسيندا حندا دقنا اللونترين موتيف اني خصها تراجد يومين ثلاث ايام وغانغدا حتى شنا المهرجانات المهرجانات النظاس خصين خاص يفوان مرة غاث الجهنغ الحسيمة ثيوض غيش الدرجة وزما هنا وظن الشين قاع غاص يوظن دي الثقافة وظن دي ذي ذي قبالون يوظن دي غاص المسرح نشيو غنغ لا سينما لا مسرح لا ملعب لكرة القدم نقرا ستاندينت سميزي غاص ندير ستاندينت ثاني تا يعني ايش نكامبو ضم قران ضم قران وهاي وغاص ورد ايش ايش الخاصية عند السيني ستاندينت وشين مرة من تتازي المسؤولين ان شاء الله ذينا غي قاعدين اذيني تما غاص نيجي المسؤولية طم قرانت يخص اتحملن بوكي قاكو الشي طاح ويت غير ميري ديش ندانيتا نشي نتا ان شاء الله خمي تا قتز الجاليه المغربيه تخص غا ماني غاسعدون ماني غاسعدون دروس ان وقت واحد تيفن ماني طاح نخو قد طاح طنجه طنجه تيتوان رخو حتى توا بنان دادو درين دور بنان دي طنجه تيتوان ما يمي النظا وذي سوالو وكا فنان مغربي فنان منشد زيت ندينت النظا نترجى زي الحكومه انه الجديد انه دار النربار المواهب الشابه بوركي انه نقص غان النقص ذا حاد ديال المواهب الشابه وغان غماني غنلقن ماني غانك مهم الموهبه نغماني تغان لقن ماني غازيس غنرمد ندرج السيس انه اذعذرن مهم اي حاجه النقص غان غداني تخس تعذرن بوركي مرة نقيمة ونعذر ويعذر بو للنظار مرتين دم المغرب كل شيء يزود السيها جغ غبارة وترجي خزيسن أنه عذر نيخ مسن ونشين نشين الصوت نغي خسخن غي حكم يخس أنه بنادم وني غير إحنا ذي الصوت وذي كيبو لا رار شوا لا وين بنا ما حد الصوت ذي كش صوت نست فما ذي أنه بخصوص أنه بنادم ماذا حد ذي زنزيخ في الناس لا قاوم يجن حشت الإخوان قصة نوم مسؤول ومسؤول غسيل رب العالمين خذثوني أنه يستحق أنه هذا نغي خدم هذا نغي عذر ثمث بركي النظار ينقص الطس أنه رذ رخذيم البطالة مهم كل شيء ذي الطس الجوانب ينقص نتمنى زيس إن شاء الله هذا خدمان ومن غيني غطس على حسب منطقة النظور ما على حسب المسؤولين دار نتايني في اقليم الناظور لانه الناظور اجن منطقه سياحيه تسمى باب اوروبا وتسمى تستقبل التصن الجاليه المغربيه اللي تنزل للخارج كل عام شي خصنا نكشح حاجه تزيد الدكور نغان الجاليه المغربيه تسمى اكثريه اللي راك شويه مرافق الترفيهيه ماني يعني حنا جاني مزيانين راك شويه انا غاين شويه الملاعب ذي اقليم الناظور نتا زي المسؤولين عاود تما هذا بدن شويه على حساب النظافه خصنا شويه النظافه ديال النظا خصنا غسين يتخصنا غسيني ما تخصنا وغنغشى سيني ديال النظا وغنغشى وغنغش سيني نعرف وثقيمشى تمني ان شاء الله سنت غاز ديال النظا زي البرلمانيين يغيرين السغازات ان شاء الله افكان كيجي نحاش تصبح انت الشباب كثقافه كرياضه ونتمنى يجي نحاش تصبح انت ان شاء الله مار واقع عند البرلمان دار نباري منايا اي نتمنى ان شاء الله سازي النظا ديري غازات يجي نحاش تصبح انت ومار غادي تسكن فوس قفوس افكان دي منايا انا موني ان شاء الله مار ايضنا وانا نحسبوا الشباب الضيعان وانما يجي الشباب يجي نسبه تم قران غان ديال النظا خصنا نسنقنا تصن حوايج يزيد نغاون ندي الشجاعه نسن ايزي غايوض نيش نحاش تصبح انت ايزي غايبان اقليم النظا ان شاء الله